نعم، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هذه الأسباب التي أدخلتهم النار. السبب الأول لم يكونوا من المصلين، أدل على أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر مخلد في النار. وفي هذا رد على الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر أصغر، بل هو كفر أكبر بدليل هذه الآية. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما يزكون، ما يدفعون الزكاة. والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يلعبون ويمزحون في آيات الله ويخوضون فيها بغير علم ويحرفونها ويؤولونها. كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، لا يؤمنون بالبعث. هذه جرائمهم التي استوجبوا بها دخول النار، وأولها ترك الصلاة. نعم، فقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، وأما المشركون دل على أن ترك الصلاة كفر من وجهين. وجه الأول أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي كفر بالإجماع. تكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع، منع الزكاة جحدا لوجوبها هذا كفر بالإجماع، الخوض في آيات الله عز وجل هذا من الكفر بالإجماع. فدل على أن ترك الصلاة كفر لأنه قرن مع هذه الأشياء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة، وهذا إنما يكون في الكافر، لو كان مؤمنا لقبلت فيه الشفاعة. نعم.